السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذا غادي نشرحوا الموقع اللي كنت قلت لكم ديال اسبانيا، اللي سيحطوا فيه الخدايم هاد الفلاح هادو في المخسو شي خدامه، تيحط البوست ديالو هنا وتيحط النمره ديال الواتساب ايضا ديالو هنا، والنمره باش تصون عليه تليفون ديريكت ولا في الواتساب ولا الجيميل، اكثر تيحطوا النمر ديالهم. انتما تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على الطريقه باش تسجلوا في هذا الموقع، وايضا تعرفوا كيفاش تصيفطوا لهم وكيفاش تجبدوا النمره من هذا الموقع ديال صاحب العمل. خليونا دابا نديروا واحد طلق على هذا الموقع، من بعد نمشيو نشوفوا الطريقه ديال التسجيل. احنا كما تشوفوا الاخوان، اول بوست هنا ديال الفلاحه، انتما راه الموقع باسبانيول حلول العربيه، انتما مرحبا، نحن نبحث عن سيدات للعمل في متجر. او هذه هي النمره ديالو كما تشوفوا معايا، هذه هي النمره، تديروا وتصيفطوا ليه في الواتساب ولا اتصلوا به. بالنسبه للناس اللي كاينين هنا يتصلوا بهم مباشره ويديروا معاه، الناس اللي في المغرب يديروا واتساب ويهضروا معاه في الواتساب. هذا بالنسبه للبوست الاولاني. غادي نشوفوا هذه السيده هذيك كما تشوفوا معايا، احتاج الى شخص معها شاحنه وأوراق، خاص يكون عندك الوراق اللي بغيتي تخدم مع هاد خيتي هادي. حنا غادي نمشيو نشوفو شي بوست آخر، هانتوما كيما تشوفو معايا عاوتاني واحد البوست هنا، مفهمتش هاد البوست هدا، أريد أن يقطع الناس البروكولي من أجله. كيما تشوفو معايا شي خدمة هادو، شي حاجة غادي بدي تحيدها ما عرفش. المهم انتم تم النشر امس، هي اللي بالحليت نشر الاخوان كما تشوفوا معايا، راه باقي عنده 6 لا لايك، الله 6 اللي داروا لي لايك. اذا يمكن لكم تهزوا النمره ديالو وتهضروا معاه، النمره تديروا بحال هكا تجيو هي بالخضر، يتصل بها رساله ما كيكيو عليها التصل. اتصل الاخوان ديروا نمره التليفون ديالكم هنايا باش يتحققوا من النمره ديالكم باش يطلعوا المعلومات ديال هذا الشخص هذا. حنا غادي نديروا النمره ونشوف واش يطلع. ديرو تلقى رسالة نصية، كيما تشوفو معايا كاين شي مشكل في السيت، غادي نعاودو نرجعو لور، دابا الإخوان غادي نمشيو نشوفو طريقة التسجيل، ومن بعد نرجعو نشوفو كيفاش تجبد خدايم أخرين وتجبد، غادي نمشيو نشوفو طريقة التسجيل. انتما الاخوان من بعد ما درت تسجيل الخروج من الكونت ديالي، هذه هي الواجهه ديال الموقع، يمكن لك تبيع فيها وتشري فيها، فيها طوشه الاخوان، فيها الخدم، فيها العمل، واجب الصور والصور الهواتف المحموله، فيها كلشي الاخوان، راه ماشي غير الوظائف. حنا تنجيو تنديرو الوصول، اول الوصول ثم تسجلوا عن طريق الايميل ولا التواصل مع البريد الالكتروني. نديرو ايميل، ثم نديرو ايميل ديالنا، ثم نعطيوه حق الوصول، انا موافق. صافي مباشرة الاخوان تكليكو على الجيميل تيتحقق بوحدو، تيطلع ليكم تيدخل لكم لهنا، ولا غادي يصيفط لكم رساله للجيميل ديالكم، تديروا تفعيل الحساب، يصيفط لكم واحد الرساله للجيميل ديالكم، ديروا تفعيل الحساب، من بعد تيدخل لكم السيت بحال هكا ديريكت، وانتم تيكليكو على هاد الايقونه ديالكم تديروا الحساب. هذا هو الحساب ديالكم الاخوان، تجيو لهنا تديروا تغيير الاسم، ديروا ثم هنا تديروا كلمه السر، ولا تديروا الموقع في كاين نتوما على الخريطه، ثم هذا الموقع هنا باش نقلبو لحنا، تنكليكو هنا باش تخرج الناس الفرنسية، من بعد نكليكو على ابحث عن عمل، ثم تنديرو هنا مثلا نقلبو الفلاحة،
وانتم غنديروا الريسيرش. انا تختاروا البلاصه فين تكون في اسبانيا ولا هادي، حنا تنديروا في اسبانيا. رحت بس فاش نكليكو على البحث يطلعو لنا العروض كاملة اللي كاينين كيما تشوفو معايا. نكليك نشر طول البوست ديال نكليك تحط البوست ديالك حتى نتايا ودير راني نقلب على خدمة. وهادي هنا غادي يمكنكم تلقاو الخدايم نحن نبحث عن شخص يحب العمل في الحقول في الزراعة وحصاد الخضار والخضار في المنطقة المركزية في إستورياس. كيف تشوفوا معايا هذا؟ نشوفوا شحال من مرة هذا. نشوفوا معايا الإخوان هذا حط غير الإيميل ديالو. نشوفوا هذا عاوتاني. كيما تشوفو معايا هو حط هدا النيميرو ديالو. نتوما أول مرة تسجلو غير تكليكيو على هدا يطلع ليكم النيميرو ديالك بلا ما يطلع ليكم هاكا. هاهي طلعت الإخوان شتيها، هانتوما إلا شتوها هاهي طلعت النيميرو ديال السبيل. غادي دير لي أنغوليستخي أدخل الواتساب أتلقى الواتساب عندي. هادي هي النيميرو ديال هدا السيد لي يقلب على شي واحد يخدم معاه ولا شي واحد لي يعطيه هداك البوست يخدم فيه. هادي هي النيميرو ديالو. نحن نبحث عن سيدة المتجر الفواكه. نشوفو شي بوست اخر. انتما ابحث عن شخص يعمل في الحقل لتقليم فرن الزيتون والغرس وما الى ذلك. كليكي عليه نشوفو. انتظر نشر هاد العرض هدا 21/5 الاخوة اللي تنشر هاد العرض هدا باقي جديد. انتما لاحظت النمرة اتصال ها النمرة الاخوة هنا باش يقولو ما عندوش النمرة ولا هادي. غادي ندولها نسجلوها لي حنا ونشوف عندو الواتساب ولا لا. انتما كتشوفو معايا الاخوة راه جوزي سبانيش راه كنت تسجلتها من قبل. هانتوما واش عندو واتساب ولا لا. هانتوما الإخوان 47 هانتوما الإخوان عندو واتساب هو هدا جوزي سبانيش. هانتوما 85/47 هانتوما عندو عندو فلوحة عندو بكتيريا هادشي ديال الدالية و العناب. دابا رجعو الإخوان للسيت. كيما تشوفو معايا الإخوان حاولوا تدخلو لهاد السيت وتسجلو وصيفطو ليهم ديريكت في الواتساب الإخوان. هانتوما سائق الجرار لي تيعرفو يسوقو التراكتور بحال هادو ديال صحاب التراكتور لي يخدمك بلا وراق بلا والو. راه تعرف تهضر معاهم يخدمك. هانتوما مطلوب سائق جرار متمرس أن يحمل جرار عالي الطاقة مزود الحقل الأنابيب من الضروري جي بي إس. شكون تعرف جي بي إس؟ ثم الاتصال حاط الاخوان النمره كاينه الاخوان موجوده النمره الاخوان دخلوا الواتساب. كم بول الاخوان ديال البطاطا الاخوان كما تشوفو معايا تا هدا هدا راه باقي لدى عربي هدا ياسين. كما تشوفو معايا تا هو تواصلو مع الإخوان. ها النيميرو ديالو تا هو راه كاينة كاملين كاملين الإخوان عندهم النور. هانتوما الزيرة المقصات هنا صحاب الزبار ديال العنب. هانتوما النمرة ديالو تا هو كاينة. كما تشوفو معايا الإخوان هذا هو السيت ديالنا
الغسيل ديالنا الاخوان، راه فيه بزاف ديال الوظائف، وبالنوم من الاخوان الواتساب بلا ما تسيفط لي في جيميل لا والو، تا دير راسك خلي لي تنمرا كاين هنا في اسبانيا اتصل بيا ديريكت، كاين في المغرب سيفط لي في الواتساب، نشر شي بوست ديالك انتما هنا في الشكل ديال الفيسبوك، نشر البوست ديالك نقلب على خدمه والو، كلشي عادي الاخوان تدير اعلان فابور الاعلان تدير بالفلوس لا بيتي، تقلب على شي سياره ولا العقارات ولا التدريب والكتب ولا الخدمات ولا الاعمال والحواسيب الصور والصوت الهواتف المحمولة الكلاب اي حاجة بسيطة كاين في الاستعداد، ولكن نتوما مهتمين بالسيت نزيد نشرح لكم مزيان خليوا لي في التعليق الاخوان اللي توشرح لكم كيفاش نشروا الخدمة ديالكم هنا ولا كيفاش تبيعوا وتشروا في الموقع هذا، المهم خليوا لي التعليق ديالكم الاخوان، وما تنساوش تبارطاجوا الاخوان لا فيديو بارطاجوا معنا مع الاخوان، كان معكم مسلم والسلام عليكم.